السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام مستمعات الكريمات أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة مجرد كلام ثقافة الرئة ها الثقافة الآن اللي أصبحت سائدة هل من مزيد كي الناس اللي تمكنوا باش يجمعوا ثروة لا بأس بها من خلال الممارسة ديالهم للرياضة أو الفن أو ما شابه ذلك وهذه الثروه معروفه عند الجميع فلما كيوصل لمرحله متقدمه في السن ومن خلال وسائل الاعلام كيشكي حنا اعطينا لهاد البلاد وما والو في حين هاد الشيء اللي خاض الشيء الكثير واش هاد الناس غادي يبقاو مستمرين في ثقافه الريع في حين ان الناس فعلا أعطوا الشيء الكثير ولكن بقوا عاكفين في البيوت ديالهم عايشين في العزة والكرامة والنخوة هاد التبكي لكي الان لا مبرر له خاصة ان الانسان اللي كيكون عنده ممتلكات وعنده واحد المدخول اللي يمكن يعيش به مجموعة من الاسر نتمنى هاد الناس يعرفوا ان كل شيء واضح حتى حاجة ما كتخفى ويلتفتوا هما خصهم يلتفتوا لهاد الفنانين او الرياضيين اللي هما الاصدقاء ديالهم اللي زاولوا معاهم نفس المهنه اللي الان لا دخل لهم ولكن عزة النفس كتبقى دائما هي اللي كتخليهم ما يمدوش يديهم بهذا الشيء ما كيشرفش هذا الشخص اللي كيمارس هذا السلوك هذا ما يمكنش واحد يستبلد الناس لان كل شيء ولا واضح البرنامج ديالنا توصل بمعطيات تؤكد هذا الكلام ديالنا وهي من مصادر موثوقة مقربة من هذه الفئات اللي أصبحت معروفة بالتباكي في كل مناسبة كتحليهم وبغاو هاد الثقافة ديال الريع تستمر إلى متى؟ واش ما كيحشموش؟ أش خلاو للناس اللي مضرورين وما عندهم دخل وإلى فرصة أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم مصطفى الإدريسي من الطيار الأسترالية